Veniria. E scende con quello di Roma Veniria, a levare il pezzo di me, di Traveria, tra un altro. Quello che fa? Giacomo, ti alza, prova, ti alza. Ti alza, poi puoi. الآن هذه بدأت يا ألسا أنت بدأت تدخل الآن في الدفرشة دايجنوسس حق ألسا صح ولا لا؟ شوفوا يا جماعة الخير هذه فيها ألسا أيوه بس أول ما حيبدأ يتكلم معك حيبدأ يتكلم معك بصيغة لين فيها ألسا وفيها لين برابل فيها ألسا وفيها لين برابل أوكي فيها ألسا وفيها لين برابل أوكي يبقى طيب طيب أبغاك تشوف حاجة هنا القصة كلها احنا اتكلمنا فيها قلنا ايش؟ قلنا ان احنا قلنا هنا ألسا والألسا هذه ايش اخبارها؟ معاها lymph node enlargement و lymph node inflammation and involvement الآن قال لك lymph node خلاص مين من اسمها أساسا؟ ليمفو جرينيوريوم جرينيوروما بنيري يبقى الموضوع فيه ايش؟ طيب الكومبليكيشن حقتها هي ممكن تسوي فايبروسس لان اي انفلاميشن هذه انفلاميشن شوفوا هذه الاشياء اللي حتى انا ماني عارفها يعني انا بحفظها زي زيكم معاكم عشان ما اقعد اكذب عليكم لانه مو مره مهم يعني اللي مره مهم السيفلس الجنورية الهربس في شغلات كذا تشنكرويد هذه مين مهمه واحده المهم انها فيها فايبروسس وفيها ليمفيديما يبقى اهم حاجه هنا فيها فكره الليمفيديما الدياجنوستس تبعها ان انا اشوف الليجن هذا في الاكسودات يعني اسحب الاكسودات تبع الانسان هذا واشوف الليجن موجود فيه واشوف البكتيريا موجوده فيه بس طبعا انا ممكن ادور على الانتي باديز تبعتها وممكن ادور على البي سي ار عشان اخر سطر اللي هو مكتوب نيوكليك نيوكليك اسيد امبليكيشن تيست بنفس البي سي ار بي سي ار بس كلمه ثانيه الليجن بس اللهم لو جيت تتكلم فيه حتلاقي فيه ميكس نيوتروفيل مع ماكروفاجز يبقى كده لو جينا لخصناها من فوق نقول عليها ايش بكل بساطه اللي هي عباره عن ايش نيوتروفيل مع ماكروفاج والانفكشن في السر وانه مع الالسر هذه ليمف نود انلارجمنت شكرا هذا هو كل اللي نبغاه التست حقها ندور على انتي بادي وانتهينا ما فيها كلام كثير بس في حاجة واحدة أنا أبغى تضيفوها اللي ممكن نتكلم عليها في الامتحان اللي هي شايفين على يدكم اليمين ثالث سطر تحت الكومبليكيشنز شايفينها؟ ليمفيديما اند ريكتال ستركتشر هي الليمف نودز لما تكبر ممكن تتسد بعد شوية تتليف وتسوي لي ليمفيديما وستركتشر وبعد كده الريكتال نفسه عشان الليمف نودز مليانة كثير فيه الريكتال نفسه يحصل له اوبستراكشن مركز اوكي مركز تمام الكلام هذا؟ كويس ممتاز اوكي؟ طيب بعد كده نشوف الجرانيولوما انجوينال طيب هذه شوف اسم البكتيريا لو عرفت تنطقوا تنطقوا اسم البكتيريا احنا لكم جلسه لان انا ما اعرفها تمام؟ تعالوا نقرا كده كالماتو بكتيريا كالماتو نقول كال عشان انا احفظها معاكم كالماتو بكتيريا جرانيولوماتس حاضر كلماتو كلماتو كان واحد يقول كلماتو طيب بكتيريا جرانيولوماتس نفس الشيء هذا فيها ليمف نود ايش انلارجمنت صح بس اهم حاجه نبقى عارفينها في الموضوع هذا انه البكتيريا هذه لما بتعدل بني ادم اهم حاجه نبقى نعرفها لما تعدل بني ادم المخرج يحاول انها تقتل البكتيريا فتاخذ البكتيريا وتدخلها جواتها، البكتيريا هذه كوكو باسيلس يعني شكلها لا كوكاي ولا باسيلاي، something in between. لما الماكروفاج تاكل الكوكو باسيلاي تدخل جواتها، لو انا اخذت الماكروفاجز هذه تحت الميكروسكوب وتفرجت عليها،
هلاقي البكتيريا جوه الماكروفاج واسمها دوريفاني بادي، الشيء الوحيد اللي بيبعك في حياتك كلها كعادي دوريفاني بادي عشان بتيجي في الامتحان. كلمة دوريفاني بادي هي اللي بتترجمها انه البكتيريا ايش بها؟ كوكو باسيلاي صح؟ مين بياكلها؟ الماكروفاج. ولما الماكروفاج تاكلها، لو انا اخذت الماكروفاج وشفتها تحت الميكروسكوب هشوف البكتيريا جوه مين؟ الماكروفاج. وش سميناها؟ دوريفاني بادي. الصبغة حقتها سيلفر ستين، ما تبغى أكثر من كده. ترانسميشن طبعاً زيه زي أي حاجة بالميوكس بالبرين والستين سيكشوال انتركورس. طبعاً هي عبارة عن إيش؟ تريز بابيول خلاص باقي كل موجود. بين الاسماس لاحظتوا معايا اسمها إيش؟ بين الاسماس. شايفين في الماكو في المورفولوجي إيش مكتوب؟ شايفين المورفولوجي آخر كلمة في المورفولوجي إيش مكتوب؟ بين الاسماس. طب ما انت كده هتلخبطني مع السيفلس بين الاسماس صح؟ هنا في لمف اللارف صح؟ وهنا في دوريفاني بادي، وهنا في دوريفاني بادي، يبقى اضيف الشغلات اللي هي تفرق لكم. هنا في دوريفاني بادي ولمف واسم البكتيريا والناكوكو باسيلس، هناك يقول لك سبايروكيت مثلا، وهنا في برضه الفولفت ميل اللمف، في لمف اوبستراكشن شايفين؟ سكارز وريثرا وضار وستركشر ولمفاتيك اوبستراكشن والفديما، يعني هنا في لمف في لمفاتيك انفولفمنت مع بينلس، الثانيه بينلس السر وما ما شاف سيره اللمف ابدا. كويس وفيها دور بعض. نحاول نفرقهم بس من بعض. لا تعالوا نشوف التشنكرويد، تعالوا نشوف التشنكرويد، لاحظوا اسمها ايش؟ تشنكرويد، كانها تشيكا صح؟ هذه مهمه مره تيجي اسئله في الامتحان. التشنكرويد فكرتها نفس هو كده انه شكلها زيها زي السفلس كاكر بالضبط. بس اللهم بين فل. ايش بها؟ بين فل. طيب ممتاز ممتاز. الان ثاني ميزه لها انها not endurated يعني irregular. هذيك قلنا عليها ايش بها؟ بينلس واندوريتد. هذه بين فل ونوت اندوريتد. باقي الكونستيف اورجانيزم صح؟ الكونستيف اورجانيزم هنا كان ايش اسمه؟ تريبونيما باردة. هنا مين؟ هيموفيلس دوكرياي. عارفين في كلمة يقولوها الأمريكان كثير مشهورة، عارفين ايش هي؟ يو دو كراي فروم دوكرياي. عشان ما تنسوها انه هذه بينفول انسر ما هي بينلس. يو دو كراي انت تبكي من الدوكرياي. عشان ما تسأل اورجانيزم وتعرف انها بينفول. You do cry from دوكرياي. طبعا انا كيف عرفت ان اسمها هيموفيلس دوكرياي؟ شايفين فوق بالاخضر الغامق المستطيل تحت اسمها مكتوب في السطر الاول هيموفيلس دوكرياي. شايفينه في السطر الاول هيموفيلس دوكرياي. هذا البوزيتيف اورجانيزم. So you do a cry from دوكرياي. يعني بين فول ألسر irregular. طيب. المايكروسكوبي نفس الكلام ونفس الشكل بالضبط وفي الاخر تسوي لي جرانيوليشن مليان من البروفيل. طيب الدياجنوسيس اكزامينيشن وحنعمل سيلفر ستين حلاقي كوكو باسيلاي. هناك السيلفر ستين ايش كنا نلاقي؟ سبايروكيت. هنا كوكو باسيلاي. طبعا ممكن نحطها في سبيشال كالتشر ميديس مو مهم. اللي يهمني انه الشانكر نفس الشانكرويد نوت انديوريتد اند بين بوينت والكوست ايجنت ما في راس دوكرياي ذكر كراي دوكرياي. خلاص كفاية هذا اللي أنا يهمني فيه. بعد كده ندخل على الجينيتال هيربس. شوفوا يا جماعة الهيربس لما يصيب البني آدم هو الهيربس هذا عبارة عن إيش؟ وأنا والله جاني هيربس فايلس عبارة عن إيه؟ يعني افرض جاني هيربس هو إيش هو؟ الهيربس يا جماعة الخير زيه زي كانه أبل سبايرال تراكت انفكشن بالظبط. يعني عارفين الاحساس اللي جيته بيجيك ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن؟ عارفين الفيبر مع الرينوريا مع الاحساس تبع الم الحلق هذا والبوزيشن؟ اقسم بالله هو هذا هيربس سيمبلكس تايب مين؟ تايب 1. هيربس سيمبلكس تايب 2 جيريتن سيستم. طيب الجيريتن ممكن يسيبه تايب 1؟ ايوه ممكن عادي ممكن يسيبه تايب 1. بس اللي انا ابغاك تعرف انه الهيربس سيمبلكس لو صاب الانسان يصيبه فوق باعراض ابر ريسبيراتوري ويصيبه تحت باعراض جينيتال. طيب الهربس سيمبلكس فيروس هذا ايش يسوي لي؟ الهربس سيمبلكس فيروس يعمل لي كيف اقول لكم؟ يعمل لي فيزيكلز. الهربس سيمبلكس يعمل لي ايش؟ فيزيكلز. الان الفيزيكلز هذه تفرقع صح؟ تتعبى سائل وتفرقع.
لاحظوا على ايش قلت؟ قلت بس ولا قلت فيزيكلز؟ فيزيكلز ما جوتها بس يا جماعه الخير، عارفين جوتها؟ عادي نورمال فلويد، نورمال فلويد، كلير فلويد. ما 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 هي جوتها يعني بس. هي عباره عن ايش؟ فيزيكلز. فيزيكلز هذه لو فرق قاعد سيفيرلي بينفول، سيفيرلي بينفول. خليتوا معي الفكره؟ عارفين هذه ممكن تكون جات من قبل كذا بحياتكم؟ لما واحد فيكم جاء ما ادري احنا نقول عليه حوم يجيك في الفم. ايوه. عارفين فمك من جوا يصير فيه زي حبه كذا وتفرقع وتصير مؤلمه. عارفينها؟ هل ممكن تبقى هيربس سيمبلكس تايب 1 جاك في فمك. اوكي؟ سهل هذه ولا صعبه؟ يبقى هي فيري ايش؟ بينفول. ممتاز. الان الو الو هي على وين كنتم؟ قال لي اسمع ما تنشق بمر على البيت وبعدين بنحرك احنا على عبد الله على 8:30 بنتقابل ايوه ونطلع ونطلع ايوه تبغانا نمرك ولا نطلع على عبد الله؟ خلاص ايش اسوي والله؟ لان انا في محاضره ومازن قال لي يوزر مكة ما حيوصل في هذا الوقت. يلا خير خلصوا على الله. يلا يلا يا جماعه يلا. وين كنا؟ ايوه طيب يبقى احنا ايش قلنا؟ كومن اس تي دي بوث خلاص فيدر تاب 1 وتاب 2 كل هذا قلناه. في احد عندك شاحن حطه في اللابتوب عشان الجوال ما يفتح؟ هذا الكونكشن السيركل في النص ابغى احطه في اليو اس بي معك يا معلم. سامسونج سامسونج تذكر انت تاخذيها. طيب يبقى ايوه لا خلاص حطيته في اللابتوب. طيب يلا الان الترانسميشن تبعها خلاص احنا عارفين من الكوزا سيرفيس كلها تبعت البينس او تبعت البتاع. طيب تحتاج الريكوير دايركت كونتاكت؟ ايوه تحتاج الدايركت كونتاكت. خلاص حنعرف قدام انه في بعض الاغراض تيجي مو من الدايركت كونتاكت، يعني ممكن تيجي من الملابس نفسها او تيجي من الكراسي حقت الحمامات. قدام حنعرف هذه الاشياء خاصه مع الفيميلز. طيب الترانز عشان كذا يقول لكم مين هذا ياكد ان الدايركت كونتاكت، كانوا بيقول لكم في اندايركت قدام تعرفها بعدين. طيب البرايمري انفكشن لوكال بينفول فيزيكال. لاحظوا معي ما كنت تعرفوا حاجه يا جماعه الخير. ليه بينفول هي؟ ما اعرف سالفه بس كلها بينفول. بينفول لانها بتعرف وين العصب وبتمشي فيه. امس كنت اشرحها في المخ والعصب. شوفوا يا جماعه الهيربس فيروس، البوليو فيروس، الريبيز فيروس، هذه كلها فيروسات تشترك انها تحب ايش؟ الاعصاب. اوكي؟ الفيروسات هذه تعرف عندها تكنيك يخليها تشغل مواد اسمها داينينز. المواد هذه هي اللي بتركب لي ما يسمى بالمايكروتوبيولز. والمايكروتوبيولز هذه هي اللي تخليني امشي في وسط الخليه، صح؟ مش في الخليه اسم اسمها مايكروتوبيولز، لو انا ركبتها اسوي زي شبكه الترقلات. شبكة التنقلات هذه تمشيني في وسط الخلية. الخلية العصبية عندها بادي، صح ولا لا؟ وبعدين عندها أكسون طويل، وبعدين دندرايت طالع منه، صح؟ وبعدين إيش؟ دندرايت. طب كويس. الآن الدندرايت هذه تدخل منها البكتيريا ولتكن هيربس. هي سوري ولتدخل منها الفيروس اللي هي إيش؟ هيربس فيروس، أوكي؟ الآن الهيربس فيروس هذا فيروس إيش إيش يتميز بإيش فيروس؟ يتميز بإيش؟ لانه هو ما هو اورجانيل اساسا، الفيروس ما عنده قطعه دي ان اي او قطعه ار ان اي، بس لا راح ولا جاء. فعشان الفيروس يقدر يشتغل ويعمل لازم تكون خليه، الفيروس هذا يحب خلايا الاعصاب. يحب خلايا الاعصاب، يقول طب الحل هو لما يجي يدخل من الدندرايت وين 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 الاورجانيلز موجوده في الخليه العصبيه؟ وين موجوده؟ في البادي. وين البادي؟ قدام هناك صح؟ انا هنا في الدندرايت، هذا كله اكسون وهناك البادي. هايش وصلني صح؟ يقول هو اكتب عمليه انفورميشن اوف داين في المايكروتوبيولز. يقول يبدا خليته معي الفكره؟ بيرجع يسموه هذه ايش؟ ريتروجريد موفمنت اوف دي
بفايروس ريتروجريد موفمنت، لانه هو بيستغل الحركه. طب يا جماعه الخير سؤال، هي الحركه هذه اساسا موجوده في العصب ولا الفيروس استحدثها؟ اساسا موجوده في العصب. سالوني ليش؟ عارفين ليه؟ لان العصب يصنع هناك في البادي نيورو ترانسميترز. بس اسمع، العصب يصنع هناك عارفين ايش؟ نيورو ترانسميترز في البادي، ويقول لها انتروجريد الى وين؟ الدندرايت، عشان النيورو ترانسميترز تطلق. طيب بعد ما النيورو ترانسميترز تسوي وظيفته، ابغى ارجع مره ثانيه للعصب اسوي له ري ابتيك، لان النيورو ترانسميترز انا تعبت عشان اصنعها. لو هي اشتغلت في الريسبتور ما ارميها خلاص وصلنا غيرها، اسوي لها ايه؟ ري ابتيك. فلما اجي اسوي لها ري ابتيك ابغى ارجعها وين؟ على البادي من اول جديد، اسوي لها ريسايكل، صح ولا لا؟ لان تبقى افكتد شويه. كيف ارجعها؟ ارجعها الطريق الراجع اللي اسمه ايش؟ ريتروجريد. قال انا عندي سيستمين في اي عصب في الدنيا في الاكزون، سيستم اسمه انتروجريد وسيستم اسمه ريتروجريد، يستخدموا في نقل النيورو ترانسميتر وترجيعه مره ثانيه عشان الريسايكلينج. الفيروسات من ضمنها الهيربس بتستغل هذا السيستم وبتاكتفه، عندها السموم اللي تاكتف هذا السيستم وترجع مره ثانيه للعصب. طبعا لما ترجع مره ثانيه للعصب تسوي في العصب ايش؟ انفلاميشن. العصب لما يصير فيه انفلاميشن ايش اخبار البين اللي عندك؟ سيفير بين، لان الانفلاميشن حوالين العصب يعني ميتابولايتس حوالين العصب. ميتابولايتس حوالين العصب يعني باراستيزيا، احاسيس فيري بينفول. عمرك حسيت بالاحساس حق لما تقعد على رجلك فتره تلعب بلاي ستيشن بعدين تقوم تحس الم هذا بتحرك رجلك منه؟ هم يحسوا زيه بس الم مره مباع، يسموه الحزام الناري مرات من الفيروسيلا او من الهربس. اوكي؟ فالجينيتز يكون جدا بينفول. اوكي؟ صار هذا ولا صعبة؟ صار حبيت أفهمكم ليه هي المفروض العصب توصل له وش بتسوي فيه؟ طيب كويس. الآن نكمل. احنا قلنا ايش؟ جينيتال ايش؟ هيربس سيمبلز. طيب. خلاص البرايمري انفكشن لوكالي بينفول فيزيكال اتكلمنا عليها، شايفين انه ممكن يصير عنده فيفر؟ لان انا قلت لكم ان هي زيها زي مين؟ شايفين الصف الثالث يصير عنده فيفر؟ لانها زيها زي الابر سبايتال انفكشن. بس النيورو كومبرمايز شايفين ممكن يروح في 60 داهيه يصير له ديستيميليتد ديزيز. ومين كمان ممكن يروح في 60 داهيه؟ الطفل عندك على طول هيربس للطفل يوديه في 60 داهيه، لان الطفل ما عنده مناعه زي اللي عنده اتش اي في، زي اللي عنده ايش؟ اتش اي في. طيب كويس. خلينا نشوف الميكروسكوب، شايفين الصوره حمراء من الميكروسكوب هذه؟ هنا بيقول لك الكوادري تايب اي انكلوجن، هذه عباره عن مواد انا حاشوفها والمواد هذه باثوجنوميك لوجود الهربس. والله ما في احد يعني بيتفرج في الشغلات هذه. عاده فيزيكال وبينكول هربس. ما في واقع هذا. عباره عن ايش؟ الباديز هذه عباره عن النواه. سؤال، هو الهربس يرجع يروح فين؟ الخلايا صح؟ لانه فيروس صح ولا لا؟ اي فيروس يدخل لجوه النواه عشان يسوي نفسه انتجريشن، مظبوط؟ فانا حشوف الباديز هذه في وسط النواه عشان الفيروس داخل وسط النواه. اوكي؟ بعد شويه حاجه الاقي انه الماكروفاجز هتبدا تموت وتتحد جنب بعضها وتسوي لي حاجه اسمها سالسيتشم او جسم كبير. هي عباره عن خلايا السيل وول حقها مره كومباكتد ما عاد اشوفه، فاشوف كانها خليه واحده، فاقول عليها مالتي نيوكليتد سالسيتشم، شايفينها؟ الكلمه هذه؟ يعني ايش معنى كلمه مالتي نيوكليتد سالسيتشم؟ يعني انا في عندي خلايا الوول ما عاد اشوفه مظبوط فيها. ولاني ماني شايف الوول بشكل جيد، شايف بس النيوكليايز، فافكرها خليه واحده مليانه نيوكليايز، يعني ما خليه واحده مليانه نيوكليايز، هي اكثر من خليه. واضح؟ تمام، اوكي. يبقى عرفنا ايش البايثوجنومونيك اللي فيها، وعرفنا القصه تبعت السانسيتش هذه ايش هي. الكلينيكال فيتشر قلنا بيربل، الريتوماتس فيزيكال، حوالينا احمرار. طيب، في الجينيتاليا. طيب خلاص الباقي كله بيقول نفس الكلام على فيزيكلز مليان بيوتوفيز خلاص الباقي كله مهم. يونيتال هيربس انفكشن قلنا طبعا ممكن تصيب الاطفال واصابتهم تسوي لهم سيفير انفكشن وكيفالايتس ونيمونايتس وهيباتيك نيكروسز يعني تموت وفي الاخر. طيب كويس الدايجنوسيس بايش؟ السيتولوجيكال اكزامينيشن از سنسيتيف، يعني انك انت تدور على الخلايا انك انت تدور على فيروس صعب. انك انت فيروس هذا كيف تشوف غير بالكتور مايكروسكوب؟ كم عندك واحد في السعوديه؟ بلغته يعني صعب جدا. خلاص؟ النيورو كيميكال تيست هذا هو التيست المهم، شايفينه هذا ثاني سطر هو اللي يجيكم الامتحان، وهذا اللي جانا فصلة الهيئه. خلاص مهم اللي هو يقولوا عليه رابيد انتيجين تيست او رابيد سبيسيفيك تيست.
احفظوا تسحبوا السريع عرض التست هذا هم تست الفايرال كلتشر بروسس صح ما يتسوى بسهوله على الفاضي البي سي ار اللي بعده في النهايه بريكر تيستنج برضه معه مرتين يبقى اهم تست هذول كله في المربع هو مين الرابيد تيست هو هذا اهم كلمه في كل الكلام طيب بعد كده ندخل اللي بعدها اللي هي ايش نونجولوكوكال يوريثرايتس النونجولوكوكال يوريثرايتس انا قلت لكم بيحصل عندي سكريشنز واشياء زي البلوريه بس من وراء بكتيريات ثانيه زي مين زي التراكوماتس بكتيريا زي التراكومونس فاجاناس بكتيريا زي الماكوبلازما شلنا من البكتيريات اوكي البكتيريات هذه نون سبيسيفيك وانديستنجوشبل صراحه ما نقدر نفرق عن البلوريه اوكي وممكن تسوي لي نفس الانفكشنز طبعا ترجع لورا في الميل ترجع على الابيديدمس على البروستيت في الفيميل ترجع على فاجاينا السيرفكس الفالوبيان تيوب تسوي لنا حاجه اسمها بي اي دي بلفيك انفلاماتوري ديزيز كلام عام فيها طبعا ديسشارج حاجه نفس الكلام اللي هنا فيها ديسشارج طيب الاورجانيزم اللي هنا حسب الجرام ستيننج حنسوي ستيننج هل حتطلع معانا الجلوكوكاي يا ما حيطلع معانا شيء اذا ما طلع معانا شيء وفي ديسشارج وقال ما يقولوا كوكاي قال ايش بها الجلوكوكاي بالمنطق احنا يا حيطلع عندنا ديسشارج يا ما حيطلع ان طلع عندنا ديسشارج يبقى هذا يا جلوكوكاي يا الجلوكوكاي ناخذ الديسشارج نحطه تحت الميكروسكوبي طلع الجلوكوكاي جلوكوكاي ما طلع الجلوكوكاي لا الجلوكوكاي بس التست الدياجنوستس مين بي سي ار لا لك تروح تسوي بي سي ار ب 700 ريال اعطيه مضاد حيوي ب 40 ريال خليه الدكتور ذكي فهمت الفكره؟ فما في شيء في واقع الحياه بنعمله زي كذا عشان كذا بقول حتى انا ناسينها او نوت انترستد فيها لانه في الواقع ما في شيء بعد كذا مونيكيور تست تسوي له بي سي ار يحصل كلتشر بعد كذا رياكتيف ارثرايتس ممكن يصير عندي ان الناس هذول ممكن ورا الانفكشنز نفسها هذه اللي تسوي لهم الانفكشن في الجينيتال سيستم انها تروح للدم وتسوي لي ايش؟ رياكتيف ارثرايتس وتسوي لي انفكشنز في اكثر من مكان قال لك اللي يصير لهم انفكشن في اكثر من مكان هذول هم اللي يكون عندهم ال HLA-B27 بوزيتيف HLA هذا اختصار ايه؟ هيومن ليمفوسيتيك انتيجين او هيومن ليمفوسيتيك انتيجين اختصار هيومن ليمفوسيتيك انتيجين بي HLA B هذه حفظ يقولوا الناس اللي عندهم بوزيتيف ال HLA B 27 هذول الناس مناعتهم تعمل تحسس كبير ضد هذه الانواع من البكتيريا فبالتالي مو بس حيسوي جينيتيك بروبلم لا هذول حيسوي بروبلمز كمان في اماكن ثانيه سو بروبلمز في اماكن ثانيه وليكن الجوينتس يسووا ارثرايتس مثلا اوكي طيب ممتاز بعد كده هنروح ل ال هيومن بابلوما فايروس هيومن بابلوما فايروس ايش وضعها شوف هيومن بابلوما فايروس هذه بيج تايمز فين بيج تايمز صراحه الفيميل بيج تايمز الفيميل بيج تايمز الفيميل هي المسؤوله تقريبا عن استفاق الكانسر سرطان عنق الرحم في الميل برضه ممكن تسوي لنا كانسرز لكن في الفيميل موست كومن طيب تعالوا نشوف الهيومن بابلوما فايروس الهيومن بابلوما فايروس في منها سترينز في منها 6 و8 وفي منها 11 و16 وفي منها سوري وفي كمان 16 وفي 18 وفي 31 وفي 33 في انواع منها في سترينز في سترينز تيجي اكثر مع سيكشوال انتركورس في سترينز اكثر تسوي مالجنانسي وهكذا طيب الهيومن بابلوما انفكشن تعالوا نفهم المبدا حقها الهيومن بابلوما انفكشن المبدا تبعها انه الفيروس هذا لما بيدخل الهيومن بابلوما فايروس هو قطعه ايش؟ دي ان ايه مثلا دخل جسمك اوكي؟ قطعه الدي ان ايه لما تدخل جسمك قطعه الدي ان ايه لما تدخل جسمك قطعه الدي ان ايه لما تدخل لجسمك بتروح للخليه عشان تسوي لنفسها انتجريشن في وسط الخليه بتسوي لنفسها انتجريشن لما تسوي لنفسها انتجريشن في وسط الخليه تفرد نفسها وتلصق نفسها في الدي ان ايه حقها عشان تقرا هي طيب هي هدفها ايش؟ اي فيروس الدي ان ايه هدفه انه يتكاثر ويكثر من نفسه ويطلع صح؟ وجدوا انه من ضمن الجينات اللي موجوده من ضمن الجينات اللي موجوده على هذا الفيروس اللي هو فيروس الهيومن بابلوما فايروس جينات تؤدي الى اكتمت صناعه الكيراتين واكتمت صناعه الخلايا تبعت السكن اكتر من صناعه الخلايا تبعت السكن يبقى من ضمن جينات وجينات اكتف مين؟
صناعة خلايا السكلتون بتاعي بعد شوي تتحول إلى كيراتين. خدتوا معي الفكرة هذه؟ طيب لما أنا أكتب صناعة خلايا الجلد الديبوزيشن تبع السكن حيزيد ولا ما يزيد؟ يقوم يصير عندي زي باب اللومة كده اللي هم يقول عليها جنة الوارتس. يقولوا عليها عارفين وارتس باللغة العربية يعني إيش؟ إثلين أثالين. عارفين الأثالين هذه؟ هي حتسوي لي جنة الوارتس هذه أو الأثالين. ليه؟ لأنه من ضمن جينات الفيروس جينات تأكتف صناعة الخلايا أوفر تسوي رابط جروينج للخلايا حقت السكن حقتي. يقوم عملية الرابط جروينج هذه هي اللي بتسوي لي الأثالين اللي أنا بشوفها منها. طيب قال لك وين اكثر مكان يحصل فيه المشكله هذه؟ في السلت اوبننج حقه الفينس بتحصل بشكل كبير جدا. يعني نيجي نلاقي السلت اوبننج حقه الفينس عليها وارتس او اثاليل او باب اللوم. طيب الان وين مشكله الاثاليل؟ لا اثاليل المشكله كوزموتيك بالشكل بس. المشكله الثانيه هي وين؟ انه الفيروس لما بيفرد نفسه زي كده وبيقرا وجدوا انه الفيروس لما بيسوي نفسه انتجريشن بيعمل تشويه للجينات حقت التيومر سبريسنج جينز والتيومر اونكوجينز. عارفين انه هذا اخذناه في مقدمه الباثولوجي لان في عندي جينات تسبريس الكانسر تمنع حدوثه وعندي جينات اكتف حدوث الكانسر. اليوم بابلوما فيروس بيسوي نفسه فيكسيشن بياكتف الاونكوجينز وبيسوي سبريشن للتيومر سبريسنج جينز يقوم يحصل في عندي سرطان. مو كل الانواع، بعض الاستريس بتسوي كده وبعضها لا. تخيلتوا معي الفكره هذه؟ سهله؟ طيب هو الفيروس اول ما يدخل يبدا يسوي الحركه اللعينه هذه صح؟ انه يبدا يسوي وارتس. بعد شويه نفس الفيروس اللي بيسوي هو ايش؟ الدي ان اي حقه صح ولا لا؟ وبعد كده بيسوي الاغذيه حقته. والفيروس عباره عن ايش؟ قطعه دي ان اي حوالينها بروتين ايش اسمه؟ كابسيد صح ولا لا؟ ومرات ممكن يكون حوالينا انفلوب بياخذوا من الخليه اللي هو خارج منها. هذا هو الفيروس. فالفيروس تبع الهيومن بابلوما اول ما يدخل يسهم فيه انه الجلد يتصنع زياده. بعد كده يسوي نفسه انتجريشن فيسهم في انه السرطان ممكن يصير. بعد شويه يقرا نفسه ويترجم نفسه ويصنع نفسه ويصنع الاغذيه حقته عشان يبكج نفسه. طب اذا بكج نفسه وقفل نفسه صارت كميه الفيروسات في الخليه مره كثيره، الخليه ايش يحصل لها؟ بوب تتفجر ويحصل رابتشر وتخرج مين؟ الهيومن بابلوما فيروس يدور على خلايا جديده يدخل فيها عشان يسوي نفس الاحتماليات الثلاثه. احتمالية رقم واحد انه بيزود السكن، احتمالية رقم اثنين انه ممكن يسوي تشوه في الخلية بتقلب بكاسة، احتمالية رقم ثلاثة انه بعد كده يقفل نفسه ويبكج نفسه ويطلع يشوف خلية غيرها، يشوف الخطة حقته فقط هو هذا اللي بيسويه. نتعامل الآن نشوف الكلام حقه. الآن الهيومن بابلوما انفكشن كوزز سكويمس ايش؟ بروفريشن في الجينيتال تراك في أي مكان في الجينيتال تراك. طيب كوزز حاجة اسمها كوندايلوما اكيوميناتا. ايش هي كوندايلوما اكيوميناتا؟ هي هذه الوارتس او الاثاليل او الزيادات اللي احنا بنتكلم عليها. ذكروا احنا اخذنا كوندايلومات ثلاثة سيفلس صح؟ سكندري سيفلس. وهنا بنتكلم على كوندايلوماتا كوندايلوما اكيوميناتا. طيب الان شايفين مكتوب ايه؟ فينير ايش؟ وارتس الاثاليل الجنسية او جينيتال وارتس. جينيتال هيومن بابلوما فيروس انفكشن ترانسميتد تو نيونيت. طبعا احنا قلنا ان كل الانفكشنز تقريبا بتروح لمين؟ للنيونيت وممكن تسوي لهم لايف ثريتنينج كونديشنز. طيب بعد كده تعالوا نشوف الكوندايلوماتا اكيوميناتا هذه عباره عن ايش؟ هذه عباره عن انه الهيومن بابلوما فيروس ستريك اب حفظ دخلنا على الحفظ 6 و11 هذول ايش بهم؟ هذول يسووا سيفير كيراتينايزيشن يعني يخلوا الخلايا تبعت هو الكراتين عباره عن ايش؟ الكراتين عباره عن ايش؟ بروتين صح؟ الخلايا تبعت السكن تصنعه. والبروتين هذا عباره تعرفكم فرقتوا شعركم بالكراتين، تعرفون الحركه هذه فرق بالكراتين، ايش الفكره؟ الكراتين كل ما زاد في الشعر او في يخلي الشعر ناعم اكثر. بالاخر كده. وين اكثر مكان جسمك فيه كراتين؟ اظافر. الظفر كيف تلاقيه؟ كده مستقيم، صح ولا لا؟ كثر ما هو مليان كراتين صار مره مفرود. نفس الشيء فرد بالكراتين. نفس المبدا، كل ما انا زودت كراتين في الشعر خلي الشعر مفروده اكثر، فهمتوا الفكره؟ طيب الكراتين هذا عباره عن ايش؟ بروتين يفرز من الخلايا، صح ولا لا؟ الخلايا تبعت السكن هذه بسبب الهيومن بابلوما فيروس حتتنرفز وتصير تطلع كراتين بكم كبير جدا، والكراتين يلف كذا حوالين المنطقه اللي فيها الفيروس صح؟ الخليه اللي فيها الفيروس، يقوم يسوي لي زي نواه، النواه هي مين؟ خليه تسوي كراتين، وحوالينها مين؟ كراتين، الحركه هذه وين شفناها؟ في اللؤلؤ صح؟ اللؤلؤ ايش يكون في عندنا؟ نواه كده صغيره وبعد كده ديبوزيشن لماده اللؤلؤ الى اللؤلؤه تتكون صح في المحار.
يقول عليها بيرز صح ولا لا؟ هذه يقول عليها كيراتين بيرز نفس الشيء زي نواة كده وكيراتين بينطرح على برا ويسوي له طبقات زي البصل كده هذه يسميها كيراتين بيرز برضو نشوفها في البابلون اوكي؟ نكمل يبقى انا ممكن اشوف ايش؟ كيراتين او كيراتين